صراحة يثير الانتباه إلى خطوة خطوة. اللي ما ينتبه صراحة ما راح يفتهم أبدا، وراح يبقى بس يسأل. الفقرة الأولى من الفيديو هو شرح استخدام برنامج كام سكانر، البرنامج اللي يحتوي على 3 ميزات. انتبه وياي، 3. الأولى هي تصوير الأجوبة مالتك اللي على الورقة، تصوير جدا واضح سكانر. النقطة الثانية والميزة الثانية هي تحويل ملف إلى PDF بداخل البرنامج. النقطة الثالثة وهي تسمية الملف، لأن الملف ترسله بدون تسمية يهمل. هذا الفقرة أو المحور الأول منين من الشرح اليوم. أولا الروابط مع تحميل البرنامج أسفل الفيديو إن شاء الله، للأبل ستور وسوق بلاي موجودات، وأيضا اللي يطلع للبرنامج غير متاح موجود عندي رابط تحميل خاص. تمام. بعد ما حملنا البرنامج كام سكانر نضغط عليه، دخول، سماح، استخدم الآن، احفظهن، سماح، أوكي. على سبيل المثال الحلول أني حضرت فد سجل وأصور بي عندي بي فد كتابة خطيت. الأفضل بالفاينل توصيات A4. النقطة الثانية تكتب اسمك بكل ورقة، إذا اسمك ما موجود بالصفحة اللي بيها الحل أو السؤال ويرقم السؤال يهمل، لأن لازم اسمك بالحل، معناها هذا الحل مو لك. فتضغط على الكاميرا أو أيقونة الكاميرا. بعد ما ضغطت على أيقونة الكاميرا عند الحل قدامك، أو يعني أساوي جيد هتشي، مو تخلي جزء من إيدك طالع لو تكرم رجلك، أو مرات مثلا تبقي نص الغرفة طالعة بالصور. صارت هاي الحالات بدور التكميلي، فجانا توجيه من القسم التصوير الحل إذا استخدموا آلية الإجابة بالورقة بالفاينل تصور فقط الحل. هسه الحل مو واضح، تقدر تشوفونه 100%. فبعد ما ضغطت على لقطة الكاميرا واسمك المفروض متواجد بالورقة، تضغط مفتاح التالي. بعد ما ضغطت مفتاح التالي شوفوا الإجابة صارت جدا واضحة. أضغط حفظ، أجي أضغط أيقونة الكاميرا مرة ثانية، وكذلك أصور السؤال. جيد، هذا السؤال الثاني. التالي، أوكي. أي فكل شيء لا تضغط ولا تغير المؤثرات، اضغط لهيك على الصورة. شوف لي أكو جزء من الحل يعني مقصوص، ماكو. إذا أكو اهمل الصورة وصور مرة لاخ. حفظ، عندك صورتين، أوكي. أريد أسمي هذني الصورتين أو الملف اللي راح أسويه. تضغط على الرقم هاي الموجودة قدامك مع التاريخ هاي، تضغط عليها فوق كلمة كام سكانر، تحذف، تكتب إجابة الكيمياء أو إجابات مادة الكيمياء موافق. هسا غيرت الاسم وصورت تصوير واضح جدا، اضغط هاي اكس ميل عنك، اضغط على PDF، اوكي. هاي اضغط هيك بالنص، اي فك اهملها لا تديسها هاي، لان هاي ما تلغي، فقط ما تلغي او ما تنزل هاي العلامة المائية، لان البرنامج ما مدفوع. ما عليك، اجي اشوفن، لاني سؤال اول، هذا السؤال الثاني، اوكي. تسوي مشاركة، تريد السيف بجهازك وتنزله وتوديه بالتليجرام للرسائل المحفوظة. حلو، رسائل محفوظة، ارسل. انتبه، تم التحميل، اضغط على ملف تشيكي مو قبل ادزه. جيد، حلي نموذجي واضح جدا، اوكي. اضغط على النقاط الثلاثة واسوي له حفظ. بعد بطريقتك الخاصة تحفظه بملفاتك، تحفظه بالتنزيلات، تحفظه بفولدر خاص انت وجهازك. تمام. الفقرة الثانية
انتهينا من الفقرة الأولى، أعيد لكم على السريع: تصوير سكانر، تحويل ملف بي دي اف، تسمية الملف. على سبيل المثال الآلية اللي راح تتبع، مثلا جتك الأسئلة على الجيميل، على الإيميل مالتك، جاك إشعار تضغط على الجيميل، هاي أنا مسوي نموذج اختبار تجريبي لامتحان الفاينل، اضغط هيجي أوكي. اضغط على ملء النموذج بالمتصفح قبل. نصيحة نصيحة، حتى لو ما اجاك عبر الجيميل، مثلا اتبعت القسم آلية او العمادة مالتنا آلية، اتبعت ترسل الاجابة حسب التوجيهات اللي تصدرها القسم وادارته، تنزل الاستمارة لكل، مثلا مو عبر الجيميل. هسه اللي متوجهين عليه هو عبر الجيميل الآلية اللي اعرفها. اذا نزلت للكل بالكلاس روم، انسخ الرابط وروح افتحه بمتصفح احسن لك، يعني حتى من تحمل الاجابه مالتك ثقيله بالكلاس روم اذا تفتح الرابط والاستماره. نصيحه يعني، حتى لو رابط حضور نسخه وفتحه بالمتصفح فجدا سريع، لان المتصفح مال التطبيق تعبان، فمن تفتح متصفح خارج التطبيق، يعني شنو، انت بالتليجرام وراح تفتح رابط يفتح لك متصفح التليجرام، ليش انت تنسخ الرابط وروح لك المتصفح هو مختص بذني الشغلات وللبحث ويطلع عندك؟ هسه الحمد لله هاي الطريقة كلش واضحة، ما يحتاج، هو تلقائيا يوديك للمتصفح مرة واحدة فقط، انفتحت عندك نموذج أسئلة، هذا كويز سابق قديم على شكل، يعني هو هذا الامتحان يجيك هيجي نموذج، بعد ما راح تختار الشعبة والاسم، اكيد اني تخطيتن اني لان تعرفونن اكيد، تضغط على إضافة ملف، بعد هاي انت وجهازك حبيبي، ايفون، عبر درايف، ملفات، اللي يعجبك طبقه، اللي يشتغل بجهازك سويه، فولدر خاص تخلي بيه الاجوبة. انا طبيعي شغال جهازي من التنزيلات، وينها هذا الملف اجابات مادة الكيمياء، متأكد منه هو هذا، تحميل، اكتمل عندي التحميل، اسوي ارسال، الحمد لله اكتمل عندي وصل جوابي. هسه شنو، 8 دقائق شرحنا استخدام البرنامج وارسلنا الاجوبة، اي اشكال اخر بهاي الطريقة مثلا بالكام سكانر بالجيميل، يعني انتم مثلا اجتك بالجيميل نزلك بالعام، احنا اشكالنا وين الكام سكانر؟ هسه انت ما دام استخدمته نريد نرجع عليه مرة ثانية، على سبيل المثال شنو يطلع لك؟ نفس الآلية. ها انبهكم طلاب، خلصت من الاجابات ودزيتهن، شو تسوي لهن؟ حذف، لان لا يبقن على ذاكرة البرنامج وتمتلئ، يظل بعد ما يخزن ملفات، احذفهن احسن، لا تبقين، خليه فارغ دائما. اوكي هسه فارغ، تضغط على العدسة وتصور، سكانر شي طبيعي ان شاء الله، اي احتياج احنا بخدمتكم، وخذوا راحتكم يا طيبين. مع السلامة.